أهلا بكم مشاهدي نشرة الأهم الأخبار من قناة سامراء الفضائية، والبداية مع العناوين. رئيس جامعة سامراء يعلن بدء أداء امتحانات طلبة الدراسات العليا إلكترونيا. المتقاعدون في صلاح الدين ما زالوا يأملون بسرعة إنجاز معاملاتهم دون جدوى. ورئيس الجمهورية يدعو إلى تأمين رواتب الحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل للشباب. والكاظمي يلتقي وزير الخارجية الكويتي في بغداد. أهلا بكم. أكد رئيس جامعة سامراء أنه تمت المباشرة بالامتحانات الإلكترونية لطلبة الدراسات العليا، وبين علاوي أن الأمور سارت بإنسيابية عالية وسيتم تسجيل الامتحانات من أجل عرضها أمام الوزارة. بلا شك موضوع الامتحانات أو الدراسة الإلكترونية باشرت بها جامعة سامراء منذ وقت مبكر. الحقيقة إحنا الأيام الماضية كانت الجامعة منهمكة جدا جدا على مدار الساعات ولساعات متأخرة من الليل لمراقبة وتهيئة البرامج الإلكترونية التي يعني خصصت للامتحانات. يوم أمس كان هناك أول امتحان للامتحانات التكميلية. الحقيقة الحمد لله يعني كانت الامتحانات متميزة جدا والإجراءات كانت متكاملة، لم تواجهنا أي صعوبة، كانت الحركة انسيابية عبر النت، كذلك كان الحضور متميز، كانت إيصال الأسئلة و الأجواء التي دار بها الامتحان أجواء يعني مثالية، كانت مراقبة أيضا الطلبة عبر الكاميرا يعني كانت بشكل متميز جدا. اليوم هنالك امتحان يبدأ إن شاء الله عصرا أيضا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة وعبر البرامج منصات التعليم الإلكتروني. سنحاول أن نسجل جزءا من هذا الامتحان لعرض هذا الشيء أمام أنظار الوزارة، وربما سيكون هنالك محاولة دعوة معالي الوزير لحضور الامتحان. الحقيقة كل يعني طاقات الوزارة مستنفرة في هذه الأيام لاستكمال الامتحانات بالشكل الآن. طلب متقاعدون من أهالي صلاح الدين بتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين من قبل موظفي الدائرة، إضافة إلى التأخير في إكمال المعاملات مع الزخم الكبير على الدائرة. متقاعد من سكنة كركوك، اجتني رسالة على الموبايل انه تم تحويل بطاقة الكي كارد الى ماستر كارد، واني ما قدمت اي طلب للتحويل، واللي نعرفه انه مسألة التحويل من كي كارد الى ماستر كارد انه اختياري وليس جبري، فحولوه على الماستر كارد وانقطع الراتب مالتي، رحت على المنافذ التوزيع الرواتب يطلع عندي بالشريط فشل، ما عندك رصيد، يعني تحول الراتب مالتي على الماستر كارد بدون موافقتي. وتدرون هذه المسائل يعني هي عقود شركات، يعني حولوا العقد مالتي مال الكي كارد الى ماستر كارد بدون اي اجراءات، اي بصمه، اي تقديم طلب. هذه طبعا معاناه، انا جاي من كركوك لهنا ولحد الان انه ما يعطوني الهويه. يعني احنا نعرف انه اجراءات بهذه الظروف الكورونا انه المتقاعدين دي يشتغلون بمعاملاتهم كل حسب محافظته أو سكنه. أنا هسه جاي من كركوك من الصبح جاي واصل لهنا، وبثمانية من الصبح أنا قبل ثمانية والله بالسبعة أنا بباب الدائرة، والحد الآن كل شيء ما مسوي لي زين، وبهذا الحر وبهذا الوباء وثاني شيء يعني لو تدخل جوا حضرتك وتشوف يعني التباعد الاجتماعي ماكو، إجراءات الوقاية والسلامة بهذا الظرف الصعب. والله نقاط عديدة نطالب بها. اولا اجراءات ما عندهم. الشيء الثاني تنطي معاملتك شهر شهرين تراجع عليها ماكو المعامله. تجي على الموظف يحكي وياك من راس خشمه يعني. هسه تفضل طب جوا شوف المعاناه وشوف المواطنين. انا صار شهرين مسلم معاملتي هسه ماكو معامله. استبدال كي كارد هاي الجديد ماستر كارد. موظفين اثنين ثلاثه موجودين. يجي مخلي له فد 10 معاملات 20 معامله والقاعدين 50 مراجع.
تسأل على المعامل مالتك يقول لك انتظر، تنتظر ساعة ساعتين يقول لك تعاني بالثلاثة مثلا، تجيب السبعة ونص بالثمانية يقول لك تعاني بالإدعاش. مراوغة 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 نعم مراوغة، يعني السبب ما يعني اكو فد شيء مقنع اكو فد شيء ما مقنع. هاي كلها معاناة المتقاعد. معاناة المتقاعد، تفضل طب جوا وشوف الناس القاعدة وشوف المعاناة وشوف الموظفين شنو تصرفاتهم. أكد مدير استثمار صلاح الدين ليث حميد أنه تم الاستمرار بالعمل في أهم المشاريع الخدمية والمرافق السياحية والتجارية رغم التحديات التي واجهت خطط العمل وعلى رأسها جائحة كورونا. بالتنفيذ لأمر السيد المحافظ المباشر لنا بمزاولة العمل واعتبار جائحة كورونا حقيقة واقعة واستخدام طرق الوقاية والتعامل معها على أنها حقيقة واجبة الوقاية منها، وضعنا جدول زمني بالتنسيق مع المحافظة لفتح عدد من افتتاح عدد من المشاريع الخدمية أهمها المجمعات التجارية والمسبح ومرافق سياحية التي من شأنها أن تعزز فرص العمل والاستثمار في هذه الوحدة الإدارية والمحافظة عموما، وإن شاء الله نحن عازمون على تحقيق كل ما مرسوم في الخطة الاستثمارية من مجمعات سكنية ومرافق تجارية إن شاء الله في وقت قياسي. ولولا وجود جائحة كورونا والتحديات التي هي خارج خطة العمل لكان الآن هناك عدة مشاريع تم افتتاحها والمباشرة بها مثل مول تكريت وكذلك مجمعات سكنية إن شاء الله في الأيام القريبة سوف يتم افتتاحها ووضع أسس لها إن شاء الله. قرر محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل إعفاء مسؤول شعبة توزيع الكهرباء في قضاء بيجي من منصبه، وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ صلاح الدين في بيان موجزنا الأخير إعفاء مسؤول شبكة توزيع الكهرباء في قضاء بيجي بعد جولة ميدانية في أحياء القضاء، وأضاف أن المحافظ أمر بتقديم كشوفات متكاملة عما تم صرفه من مواد تخص شبكة توزيع الكهرباء في مركز قضاء بيجي منذ انطلاق حملة الإعمار وحتى اليوم. مشاهدينا وللحديث أكثر عن الأوضاع في صلاح الدين وتحديدا في تكريت ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية مراسلنا مصطفى وحادي. أهلا بك مصطفى، بداية كيف ترى الواقع الصحي في تكريت مع تزايد أعداد الإصابات بكورونا؟ مصطفى تسمعني؟ مصطفى تسمعني؟ إذن وبالعودة لإكمال أخبارنا لهذا اليوم مشاهدينا، أكدت النائبة كفاء فرحان أن العراق ليس البلد الوحيد الذي قد يتعرض إلى انتكاسة صحية بسبب تفشي وباء كورونا، مشيرة إلى أن البنى التحتية للمحافظة تعاني أكثر من العاصمة بغداد من حيث المستشفيات. الأزمة الأخيرة التي ظهرت في كل بقاع العالم وليس في العراق، في كل بلدان العالم، ليس فقط في العراق، هناك عجز صحي، هناك عجز صحي ظهر في كثير من البلدان ومنها الدول الأوروبية، والمفروض هي الدول الأوروبية دول متقدمة. أنا هنا ماذا أدافع عن الأداء الحكومات السابقة؟ حقيقة واقعة أنه ظهر عجز لدى كثير من البلدان الأوروبية في مواجهة هذا المرض. أكيد العراق كغيره من البلدان عند هذا العجز. ضاف إليه الفساد الذي كان في الحكومات السابقة والمليارات التي صرفت على القطاع الصحي والمليارات التي خصصت لإنشاء المستشفيات الكثيرة في كل محافظات العراق والتي لم تنجز أو التي كانت بها نسبة إنجاز كلش قليلة، هذا أدى إلى أنه وجود عدد قليل من المستشفيات في كل محافظة. أنا هسه دا أحكي على مستوى المحافظات، نعم، إذا نعم. نحكي على مستوى بغداد نوعا ما بغداد ممكن نقول يعني جيدة، وجود عدد من المستشفيات جيد بيها، لكن على مستوى المحافظات في كل محافظة حسبي في كل قضاء من أقضية المحافظات توجد مستشفى واحد، وهذا مشكلة كبيرة وخاصة في ظل تفشي وباء كورونا، يعني هذا يحتاج إلى أنه في كل قضاء أكثر من ثلاث مستشفيات بحيث تخصص مستشفيات اثنين للعزل
وتبقى واحدة للخدمات الصحية تقدم للمواطنين. فإحنا في ظل هذا العجز ما علينا إلا أن نستثمر كل الطاقات وكل الأموال الموجودة من أجل إنشاء مستشفيات عزل ومن أجل أيضا استخدام البنايات المتروكة. مشاهدينا وبالعودة إلى مراسلنا من تكريت مصطفى وحادي، أهلا بك من جديد مصطفى. بداية حدثني عن الواقع الصحي بتكريت بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، هل هناك مخاوف من قبل الأهالي في تكريت تحديدا من تزايد أعداد الإصابات أو انتشار كورونا؟ تفضل. نعم، حياكم الله وحيا الله مشاهدي قناة سمراء الفضائية. نعم. كما تعرفون يعني قبل يومين أو أكثر بدأت يعني حالات فيروس كورونا بالتزايد في محافظة صلاح الدين، وكانت قصة مدينة كريت من هذه الحالات هي ثلاث حالات إلى حد هذه اللحظة. الأوضاع يعني بحسب إدارة صحة صلاح الدين الأوضاع مسيطرة، والحالات جميعها في ردهات العزل المسيطرة عليها أيضا، والحالات أيضا حالات تقريبا وسط حالات المرضى اليوم كباقي اليوم الحالات في المحافظات. اليوم دائرة صحة صلاح الدين اتخذت إجراءات يعني صحية جيدة جدا بتأثير مناطق المصابين أيضا في المدينة، وأيضا أخذ مسحات من الملامسين لهؤلاء المصابين. اليوم مستشفيات مدينة تكريت تستقبل هؤلاء المصابين اليوم بحسب أيضا مدير صحة صلاح الدين، قد جهز بأجهزة أيضا وكوادر صحية مدربة خاصة بخصوص هذا المرض. طيب مصطفى، حدثني عن أماكن العزل في تكريت، أين تم تحديدها؟ نعم، في مدينة تكريت هناك مكانين للعزل، المكان الأول أيضا للمصابين في المدينة، والمكان الثاني للملامسين. المكان الأول هو للمصابين في مستشفى التأهيل الطبي، هنالك أكثر من 40 ردهة عزل في هذه المستشفى خصصت قبل أكثر من شهرين مع بداية أزمة كورونا. والمكان الثاني في المستشفى العسكري خلف المستشفى العسكري، هذا المكان مصطفى إصاباتهم. طيب مصطفى، لننتقل إلى موضوع آخر. نعم. مهم، حدثني حول حركة الأسواق في تكريت وخصوصا بعد رفع الحظر بشكل جزئي، كيف تبدو حركة الأسواق في تكريت؟ هل تشهد زخم؟ يعني وغيرها من هذه التفاصيل. نعم، بعد قرار محافظ صلاح الدين الأخير هو رفع حظر التجوال الجزئي عن مدينة تكريت. اليوم الحظر يبدأ من 5 صباحا إلى 6 مساء، الحظر المسموح به. اليوم يعني أغلب الأسواق فتحت أبوابها اليوم في المدينة، هنالك إجراءات صحية ووقائية أيضا ومحاسبة للمواطنين الذين لا يرتدون الكمامات والكفوف. نعم. أيضا وغرامات أيضا مالية يعني اليوم القوات الأمنية ودوائر المرور أيضا والصحية، سيطرات نصبت سيطرات في مداخل المدينة بخصوص اليوم هذا الموضوع. اليوم أغلب الأسواق أيضا. نعم. متخذة الإجراءات السلامة والإجراءات الصحية. طيب. التعقيمات أيضا وأيضا الكفوف، ارتفاع الكفوف. طيب مصطفى، كيف تبدو إجراءات القوات الأمنية؟ هل هي مشددة في الشارع في تكريت؟ هل هنالك يعني فرض عقوبات أو غرامات للمخالفين أم لا؟ نعم نعم، كما تحدثت لك الفترة المسموح بها للخروج من 6 صباحا. نعم. إلى 5 عصرا. هذه الفترة يسمح للمواطنين بالتبضع وأيضا الذهاب إلى الأسواق وإلى المحال التجارية. بعد هذا الوقت القوات الأمنية تنصب سيطرات مع مديريات المرور أيضا لردع المخالفين، أيضا وأيضا هنالك غرامات مالية تعرف صحة المحافظة أيضا والمرور أيضا بخصوص هذا الموضوع. طيب مصطفى، يعني وصلتنا بعض الأخبار أنه أهالي تكريت هم من أكثر الناس التزاما وأكثر المواطنين التزاما مقارنة بمحافظة صلاح الدين، هل فعلا هذا الموضوع؟ هل هذا دليل على نسبة الوعي لدى الناس هناك؟ نعم، اليوم نعم، كما تعرفين اليوم مدينة تكريت لم تسجل حالات كثيرة اليوم، أكيد هي أغلب الحالات هي وافدة للمدينة. السبب يعود لالتزام المواطنين أيضا وأيضا الوعي التام أيضا للمواطنين في مدينة تكريت. اليوم أبناء المدينة لا يخرجون إلا للحالات الضرورية أيضا، إلا للحالات المستعصية لكي يخرجوا إلى الأسواق أو إلى المستشفيات. اليوم يعني اليوم أغلب المواطنين في مدينة تكريت يلتزمون بقرارات حظر التجوال داخل المدينة. نعم، الزميل مصطفى وحادي مراسلنا من تكريت، شكرا جزيلا لك. أخبار بلا أسرار.
كشفت النائبة كفاء فرحان لبرنامج من جانب آخر والذي يعرض على شاشة سامراء الفضائية عن توصيات قدمتها لجنة الأزمة النيابية إلى خلية الأزمة السابقة التي بدورها لم تلتزم بتلك التوصيات، ما سبب حدوث خلل في متابعة واحتواء الفيروس وسببت بانتشاره بشكل كبير. يجب منع الزيارات. نعم. الحكومة استهانت بموضوع الزيارات، كان الباب مفتوح للزيارات، وكان هذا أكبر خطأ ارتكبته الحكومة أنه سمحت بأداء مراسيم الزيارات، وهذا أدى إلى الاختلاف الكبير بين المواطنين، وبالتالي أصيب عدد كبير من المواطنين. وهسه بدأت تظهر عدد الإصابات، لأنه قبل كانت المختبرات اللي تقوم بالمسح قليلة، كان هناك المختبرات المركزية هي قليلة، لما زدنا عدد المختبرات المركزية لأخذ مسحات من المواطنين ظهر العدد الحقيقي الموجود الذي لم يظهر سابقا. ليش الناس تقول ليش هسه العدد زاد؟ هو زادت المختبرات وبدت الحملات على بيوت المواطنين من اجل اخذ المسحات للفحص، وبالتالي ظهر العدد الحقيقي الذي كان متواري بين عدد من الاسباب اللي ذكرتها. فلذلك كان هناك اداء ضعيف، المفروض كان في البدايه يجب كان هناك ان يكون هناك حظر شامل، يجب ان تتخذ اجراءات الوقايه والسلامه، يجب ان يكون هناك برنامج توعيه للمواطنين. ايضا المواطنين يتحملون دور، مو فقط الحكومه السابقه والوزير السابق. المواطنين استهانوا بهذا الموضوع بالتاكيد من قبل الحكومه لاخمال المظاهرات. طبعا هذا يتردد على ألسن كثير من المواطنين انه هذه موضوع كورونا هو سووا الحكومه حتى يحمدون المظاهرات، وهذا مو صحيح. يعني هذا مع احترامي للجميع، قله وعي وقله متابعه لما يجري في البلدان الاوروبيه وقله متابعه لما يجري في الصين. يعني المفروض احنا نتعب من الدول اللي ظهر فيها الوباء وتفشى. فكان استهانوا المواطنين، لم ياخذوا باجراءات الوقايه والسلامه، لم يمتنعوا عن الاختلاف، كانت هناك اعراس كثيره، كانت هناك مناسبات كثيره، كانت هناك مراسم زيارات. ايضا وقتها احنا كان المرض متفشي في ايران، وطالبنا لجنه الصحه والبيئه بغلق الحقوق بغلق الحدود مع ايران. الحكومه لم تستجب لتوصيات لجنه الصحه والبيئه البرلمانيه، لم تغلق الحدود مع ايران، وهذا ايضا ادى الى تزايد عدد الاصابات في العراق. مشاهدينا أيضا للحديث أكثر حول الأوضاع في صلاح الدين وتحديدا من مكتبنا في صلاح الدين ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية من هناك المراسل محمد الصالح. أهلا بك محمد. بداية، كيف ترون مستوى العمل في محافظة صلاح الدين من خلال جولاتكم المستمرة مرارا وتكرارا وخصوصا عبر برنامجك أصداء الشارع؟ محمد تسمعني؟ محمد بداية، كيف ترون مستوى العمل بمحافظة صلاح الدين من خلال جولاتكم المستمرة في برنامجك أصداء الشارع على مستوى الخدمات؟ طبعا حقيقة الشارع في محافظة صلاح الدين بشكل تام، لا نقول متفائل بإدارة خلية الأزمة في عموم محافظة صلاح الدين. نعم. ولكن الإجراءات الأخيرة حقيقة من خلال إقالة بعض مدراء الدوائر. نعم. حقيقة الشارع تقبل هذا الارتياح، يكون أن معظم الدوائر حقيقة معظم مدراء الدوائر لم يفلحوا بإدارة دوائرهم بالشكل الصحيح. نعم. طيب. هنالك بعض التغيرات التي حدثت مؤخراً. في عدد من المسؤولين من قبل السيد المحافظ عمار جبر، هل هذه التغيرات حققت رغبات المواطنين او قدمت المحافظه الى الامام من خلال انجاز المشاريع وغيرها من هذه الامور من ناحيه تطوير الخدمات ايضا؟ نعم زميلتي، تعلمين انه اللي قالت مدراء الدوائر جاءت متزامنة مع حظر التجوال وتوقف أغلب المشاريع. نعم. حقيقة لحد الآن لم يتغير شيء من أرض الواقع من قالت مدراء الدوائر. نعم. من قالت مدراء الدوائر. حقيقة الشارع مرتاح أنه هنالك اليوم مراقبة وهنالك دور لإدارة المحافظة بإقالة المدراء غير الكفؤين وغير قادرين على إدارة دوائرهم.
طيب محمد، يعني التغيير الأخير اللي شهدته سامراء وهو تغيير الدكتور صباح علاوي من منصبه واستبعاده من رئاسة اللجنة المشرفة لإعلان سامراء عاصمة الحضارة الإسلامية، هل هذا التغيير شهد اعتراض الشارع السامرائي؟ بالتأكيد زميلتي، صباح علاوي إنسان حقيقة معروف لدى الجميع، أولا معروف بنزاهته، يعني يشهد للجميع أنه حتى الخصم قبل الصديق بنزاهة صباح علاوي وكفاءة صباح علاوي، ولم تؤشر يعني طيلة هو عميد كليات متواصلة عدة سنوات، لم تؤشر بحقه أي سلبية، رغم أنه هو أستاذ جامعي منذ أكثر من يمكن من 15 سنة، ولحد الآن هو يعني نقدر نقول هو من خيرة الأساتذة الموجودين في عموم محافظة صلاح الدين، يشهد للجميع، والدليل أنه لم يسجل بحقه حتى لمجلس تحقيقي طيلة توليه مناصب عدة في محافظة في رئاسة الأقسام وعمدان الكليات. طيب محمد ابقى معنا، سنعود بك الاتصال بعد قليل. محمد ابقى معنا، سنعود الاتصال بك بعد قليل. زميل محمد الصالح. أخبار بلا أسرار. بيّن مدير الدفاع المدني في سامراء الرائد أحمد ضياء مهدي أن حملات التعفير مستمرة على الأسواق والأماكن التجارية المزدحمة، فيما ناشد مهدي المواطنين بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية. أمر السيد وزير الداخلية المحترم وتوجيهات المدير العام بإشراف مباشر من قبل المدير دفاع مدني صلاح الدين، يقوم دفاع مدني سامراء بحملات تعفير وتعقيم المناطق الشعبية والأسواق العامة والدوائر الحكومية ودور المصابين خاصة، ونتمنى أمنية من المواطنين كافة أخذ تدابير وقائية من أجل تجنب الإصابة بهذا الوباء، سائلين مولى عز وجل أن يحفظ عراقنا وشعبنا. أكد عضو خلية الأزمة النيابية حسن خلاطي أن العمل بالحظر الجزئي الوقائي لا يعني العودة للحياة الطبيعية وممارسة الأنشطة بشكل اعتيادي. وقال خلاطي في تصريح صحفي أن العمل بالحظر الجزئي الوقائي لا يعني العودة للحياة الطبيعية وممارسة النشاطات والأعمال بشكل طبيعي، وإنما هو فرصة للذين يعتمدون على الرزق اليومي، وهذا معناه أن يكون هنالك رفع للحظر في ساعات النهار للسماح بمزاولة الأعمال اليومية بشكل محدود، لافتا إلى أن الحظر الجزئي سيطبق خلاله الغرامات بحق المخالفين لشروط الحظر، والتي تشمل ارتداء الكمامات والكفوف الواقية فضلا عن منع التجمعات. وبالعودة إلى الزميل محمد الصالح مراسلنا من مكتب قناة سمراء الفضائية في صلاح الدين. أهلا بك محمد من جديد، يعني وصلنا إلى نقطة مهمة، يعني وهي كيف استقبل الشارع السامرائي خبر إعفاء الدكتور صباح علاوي وتغييره من رئاسة اللجنة المشرفة لإعلان سمراء عاصمة للحضارة الإسلامية. أكمل تفضل. نعم سيدتي، حقيقة إقالة الدكتور صباح علاوي شكل حقيقة صدمة للشارع في عموم محافظة صلاح الدين في مدينة سامراء تحديدا، لأنه صباح علاوي متفق عليه من الجميع، يعني جميع أبناء المدينة. نعم. ما أعتقد أنه أحد يعارض على تولي الدكتور صباح علاوي مهام رئيس لجنة سامراء عاصمة الحضارة، فاليوم إقالته حقيقة تقبلها الشارع، عموم الشارع. وهذا ما شاهدناه عبر شبكات التواصل الاجتماعي، عبر شبكات التواصل الاجتماعي بالرفض التام على أن يكون صباح علاوي خارج تولي إدارة سامراء عاصمة الحضارة. نعم الزميل محمد الصالح مراسلنا من صلاح الدين، شكرا جزيلا لك. أكد مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي دريد يحيى جاسم استمرار منح الموافقات الرسمية للرحلات الاستثنائية الخاصة بإجلاء العراقيين العالقين في دول الخارج. وقال جاسم في بيان إنه استنادا إلى قرارات وتوصيات اللجنة العليا لصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، أن منح الموافقات الرسمية للرحلات الاستثنائية الخاصة بإجلاء العراقيين العالقين في دول الخارج لا زال مستمر. وأضاف أن قرار تعليق الرحلات الجوية المنتظمة مستمر لغاية يوم السبت القادم الموافق 20 من حزيران 2020،
ويشمل الرحلات الداخلية والخارجية باستثناء رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والطائرات العابرة للأجواء العراقية والتي تستمر بشكل طبيعي في البلاد. أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان عن تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في محافظة أربيل، وقالت الوزارة في بيان إن مصابين اثنين بفيروس كورونا المستجد فارقا الحياة في أربيل، مبينة أن أحد المتوفين رجل يبلغ من العمر 71 عام ومن سكان ناحية كسنزان، وحالة الوفاة الثانية لامرأة ذات 70 عام ومن قضاء تشومان. وقدمت الوزارة تعازيها لعائلة المتوفين داعية المواطنين للالتزام بالتعليمات الصحية. كشف قائم مقام قضاء الخالدية بمحافظة الأنبار علي داود الأحد عن أبرز أسباب إعادة فرض حظر التجوال الصحي الشامل في عموم مدن الأنبار. وقال داود في تصريح أن إعادة فرض حظر التجوال الصحي لهذا اليوم من قبل خلية أزمة كورونا في الأنبار يعود إلى قيام الكوادر الصحية في عموم مدن المحافظة بأخذ مسحات من عدد من المواطنين المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا. وأضاف أن خلية الأزمة فرضت حظر التجوال الصحي الشامل لهذا اليوم للتعرف على أعداد المصابين، وعقد اجتماع يوم غد لخلية الأزمة للنظر بإعادة التجوال الصحي الجزئي أو الاستمرار بالحظر الشامل إلى إشعار آخر. أكد رئيس الجمهورية برهم صالح على أهمية تأمين إطلاق رواتب شبكة الحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل للشباب في القطاعات المختلفة وتأهيلهم والاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم. وأشار رئيس الجمهورية خلال استقباله في قصر بغداد وزيري العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي والشباب والرياضة عدنان درجال كلا على حدة إلى ضرورة مضاعفة الجهود للارتقاء بالواقع الرياضي والشبابي وتطوير المنشآت الرياضية بما يخدم الشباب والمواهب ويلبي طموحاتهم ويطور إمكانياتهم ويحقق أهدافهم، فضلا عن السعي لرفع الحظر الكامل عن الملاعب العراقية. وشدد على أهمية تعزيز نظام الحماية الاجتماعية والاهتمام بالشرائح الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة بما يسهم في تحقيق العدالة والتكافل الاجتماعي. أكد الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف أن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح والوفد المرافق له زار وزارة الخارجية العراقية، وكان في استقباله نظيره فؤاد حسين، وقد بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات ومواجهة التحديات المشتركة، فضلا على نقل تحديات الصباح إلى الرئاسات العراقية الثلاث. معالي وزير الخارجية الكويتي والوفد المرافق له شرف مدينة بغداد اليوم وزار مركز وزارة الخارجية العراقية. كان باستقباله معالي وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين، جرت حقيقة مباحثات ثنائية تطرقت إلى مصالح البلدين الجارين الشقيقين، سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، متابعة الملفات العالقة، تبادل الاهتمامات والتحديات المشتركة بين البلدين، ما يتصل بجائحة كورونا، سبل التنسيق والتعاون في مواجهة هذا التحدي الصحي، كذلك ما يتصل بموضوعات تتعلق بالطاقة والاقتصاد وتمتين العلاقات المشتركة على مستوى متابعة أعمال اللجنة العراقية الكويتية المشتركة. المباحثات حقيقة والزيارة كانت غاية بالأجواء الودية، هناك تفاهم ساد الحوار الذي جرى، وهناك أيضا إن شاء الله لقاءات مرتقبة ستكون. يؤمل أن الوفد الذي يزور بغداد يلتقي الرئاسات الثلاث بهدف إيصال رسالة سمو أمير دولة الكويت إلى أصحاب الفخامة والسعادة السيد رئيس الجمهورية العراقية وكذلك السيد رئيس مجلس الوزراء وكذلك السيد رئيس مجلس النواب. أكد وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح الأحد أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتم عبر ثلاثة مستويات، مشيرا إلى أن العراق ما بين العراق والكويت تضاربة في جذور التاريخ. وذكر
بيان لمكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل اليوم وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الأحمد الصباح حاملا معه رسالة خطية من أمير دولة الكويت. ونقل وزير الخارجية الكويتي تحيات أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ومباركته لرئيس الوزراء بمناسبة استكمال التشكيلة الحكومية، كما نقل تعازي الأمير بوفيات جائحة كورونا وتمنياته بشفاء جميع المصابين. خاتي يؤكد أن بعض القوى السياسية تعتبر الوجود الأمريكي مكسبا لها. من جديد أهلا بكم. أكد النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي الأحد أن بعض القوى السياسية لا زالت ترفض الحوار بين الولايات المتحدة الأمريكية وبغداد وتعتبر الوجود الأمريكي مكسبا لها. وقال البخاتي في تصريح صحفي أن بعض الأطراف السياسية لا زالت تناغم الوجود الأمريكي المحتل على الأراضي العراقية على الرغم من انطلاق الحوار بين الجانبين وهو التفاوض الاستراتيجي حول الوجود الأمريكي، وأوضح أن الفريق التفاوضي مع الجانب الأمريكي فريق مختص يشمل جميع شرائح المجتمع العراقي ولديه مهام محددة هو إخراج القوات الأمريكية من البلاد. كشف النائب قاطع الركاب الأحد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستركز على 4 محاور في حوارها مع العراق. وقال الركابي في تصريح صحفي أن الوضع الراهن الذي يعيشه العراق في ظل تعاقب الأزمات عليه سواء كانت صحية أو مالية أو أمنية كانت تحتم على الحكومة تأجيل الحوارات مع أمريكا لأنه من الصعب أن تقدم على حوار وأنت ضعيف والطرف الآخر قوي. وأضاف أن أمريكا أرادت أن تتم الحوارات في هذا الوقت لأنها تدرك بأن الحكومة ضعيفة ولا يمكن أن تفرض أمور وتأخذ قبول على بعض الاشتراطات. وتابع ركابي: كنا نتصور أن تكون المفاوضات الحالية تبدأ بحوارات مكثفة إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وليس من الصفر. أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب سعران الأعاجيبي أكد أن اللجنة لم تطلع عن تفاصيل الجولة الأولى للمفاوضات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، مبينا أنها طلبت من رئاسة مجلس النواب إرسال كتاب لرئاسة مجلس الوزراء لاستضافة الوفد المفاوض والتعرف عما حصل خلالها من نتائج. وقال الأعاجيبي في تصريح صحفي أن لجنة الأمن والدفاع وحتى كافة المهتمين بالمفاوضات بين العراق وأمريكا لم يطلعوا على معلومات مؤكدة عن نتائج مباحثات الجولة الأولى من المفاوضات سوى التسريبات التي يتم الحصول عليها من هنا أو هناك، وهذه التسريبات ربما قد تكون غير مؤكدة ولا يمكن لنا الاعتماد عليها. أكدت عضو لجنة الاستثمار النيابية ندى شاكر جودة أن بإمكان الحكومة الخروج من محنة دفع الرواتب إذا هيمنت على عدة موارد غير نفطية. وقالت جودة في تصريح صحفي أن استقطاع جزء من الرواتب دليل على ضعف الحكومة وأنها تعمل إلى أقرب الحلول الجاهزة، وذلك كما حصل مؤخرا من استقطاع لرواتب المتقاعدين الذي تراجعت عنه وسط ضغط شعبي ونيابي. وأضافت أن هنالك موارد نفطية وغير نفطية بإمكانها تدر على الخزينة أموال كبيرة جدا إذا ما كانت الحكومة جادة في تجاوز الأزمة الاقتصادية ومنها الهيمنة الجادة وتطبيق الحوكمة للمنافذ الحدودية البرية والبحرية والمطارات في عموم البلاد، وكذلك السيطرة ومحاسبة شركات الهاتف النقال والإنترنت واستحصال الأموال المستحقة على تلك الشركات. أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى الأحد بمقتل وإصابة 12 شخصا بينهم عناصر أمن إثر هجوم شنه تنظيم داعش
على إحدى القرى التابعة لقضاء خنقين. وقال المصدر إن مسلحين هجموا مساء أمس قرية ميخاسة التابعة لقضاء خنقين، انتهت بمقتل وإصابة 12 شخص بينهم منتسبون في الأجهزة الأمنية. وأشار المصدر إلى أن القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث وحدثت مواجهة بين طرفين قبل أن تفرض القوات الأمنية سيطرتها على الوضع. أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني الأحد توجيه كتاب إلى الحكومة الاتحادية لتشكيل قوات مشتركة في خنقين. وقال مسؤول مركز تنظيمات الحزب في خنقين إنه وعلى خلفية الهجمات التي تعرض لها القضاء مؤخرا تمت مناشدة الجهات المعنية والقوات الأمنية بضرورة تشكيل قوات مشتركة لحماية الأمن والاستقرار للمدينة، مشيرا إلى أن قيادة الاتحاد الوطني لديها كتاب رسمي سيوجه إلى رئيس الوزراء الاتحادي الإزراعي في تشكيل تلك القوات، لافتا إلى أن عدد من القيادات الأمنية في ديالى تؤيد هذه الخطوة لكنها تنتظر القرار من الحكومة الاتحادية. رد المجلس العربي في محافظة كركوك على مطالبات جبهة تركمانية بمنح منصب المحافظ للمكون التركماني وفقا لمبدأ الشراكة. وقال المتحدث باسم المجلس حاتم الطائي: نحترم مطالبة الأخوة التركمان بأن يكون منصب المحافظ من نصيبهم، لكن نرى أنه من الأنسب بقاء الوضع على ما هو عليه الآن لحين إجراء الانتخابات المحلية. وأضاف أن الحكومة المحلية في كركوك حققت مكاسب كبيرة على صعيد الأزمة الصحية وعلى صعيد حركة الإعمار والأوضاع الأمنية، وكذلك من ناحية تحقيق التوازن في إدارة المحافظة، مشيرا إلى أن الأفضل بقاء الحال على ما هو عليه تحقيقا لمكتسبات خطة فرض القانون. أعلنت لجنة الصحة النيابية الأحد تشكيل لجنة مشتركة لحل نقاط الخلاف على قانون الضمان الصحي. وقال عضو اللجنة غايب العميري أن اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها توصلت إلى حلول لنقاط الخلاف حول قانون الضمان الصحي، موضحا أنه تم التوصل لصيغة نهائية جاهزة للتصويت، فيما بين أن هذه الصيغة ستكون من خلالها نقلة نوعية في الواقع الصحي والتي ستساعد الشرائح الفقيرة وبادرة خير لتصحيح مسار الواقع الصحي. انطلقت في محافظتي البصرة والديوانية صباح اليوم تظاهرتين للأجراء والمتعاقدين مع نقل الطاقة بالجنوب والمحاضرين الجدد. وقال مراسلنا إن الأجراء المتعاقدين مع الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب نظموا اليوم الأحد تظاهر أمام مقر الشركة في البصرة مطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة وتحويلهم إلى عقود تشغيلية. وفي الديوانية فأن العشرات من المحاضرين الجدد تظاهروا أمام مبنى المديرية العامة للتربية مطالبين بتحويلهم إلى عقود وزارية، وعند عدم خروج أحد لهم للاستماع إلى مطالبهم اقتحموا المبنى. اعتقلت قوى من الحشد الشعبي والقوات الأمنية عددا من المشتبه بهم بعملية دهم وتفتيش في ناحية يثرب جنوب صلاح الدين. وقال إعلام الحشد في بيان أن قوى مشتركة من اللواء 41 بالحشد الشعبي وباشتراك فوج طوارئ 13 صلاح الدين وقسم شرطة يثرب والأمن القومي نفذت عملية دهم وتفتيش في منطقة تل بتار بناحية يثرب جنوب قضاء بلد، وفقا لمعلومات استخبارية أسفرت عن اعتقال عدد من المشتبه بانتمائهم إلى داعش. وأضاف أن استخبارات اللواء ومكتب جرائم يثرب حققت مع المشتبهين واعترف أحدهم بانتمائه لتنظيم داعش الإرهابي وتنفيذ عمليات إرهابية ضد الحشد الشعبي. أعلنت خلية الإعلام الأمني تدمير كهف بداخله عناصر من تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين. وقالت الخلية في بيان إن قوة من قيادة عمليات صلاح الدين رصدت عناصر من عصابات داعش الإرهابية داخل أحد الكهوف في جبل قرتشوغ حيث تم معالجتهم بصاروخين. وأضافت الخلية في بيانها أن ذلك أدى إلى تدمير الكهف عليهم بالكامل.
أعلنت هيئة الحشد الشعبي أن قوة منها وبالتعاون مع الشرطة الأحد أطلقت عملية دهم وتفتيش للمزارع المجاورة لنهر الفرات في الأنبار لتأمين قاطع المسؤولية. وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن قوة من فوج البغدادي الثاني في الحشد الشعبي بالاشتراك مع فوج المغاوير نفذت اليوم عملية دهم وتفتيش في المناطق والمزارع المجاورة لنهر الفرات. وأضاف البيان أن العملية جاءت بناء على معلومات استخبارية لتأمين القاطع من أي نشاط إرهابي. مشاهدينا، ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. رئيس جامعة سامراء يعلن بدء أداء امتحانات طلبة الدراسات العليا الكترونيا. المتقاعدون في صلاح الدين ما زالوا يأملون بسرعة إنجاز معاملتهم دون جدوى. رئيس الجمهورية يدعو إلى تأمين رواتب الحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل للشباب. وأخيرا، الكاظمي يلتقي وزير الخارجية الكويتي في بغداد. مشاهدينا، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.